بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم من جديد. بسبب حسين الشحات، محمود كهربا يتراجع عن اتفاقه مع الأهلي. تراجع محمود عبد المنعم كهربا لاعب ديبيرتو أفيس البرتغالي عن اتفاقه مع مجلس إدارة النادي الأهلي بسبب رفضه للمقابل المادي. وكان كهربا قد انضم إلى الفريق البرتغالي الصيف الماضي بسبب خلافات مع مجلس إدارة نادي الزمالك، وخطط للانضمام إلى الأهلي. واتفق كهربا مع الأهلي الأسابيع الماضية على عقد لمدة 4 سنوات ونصف، يحصل في كل موسم على 5 ملايين جنيه كراتب سنوي، بالإضافة إلى 2 مليوني جنيه كحملة إعلانية. ورغم الاتفاق الذي تم بين الطرفين وتوقيع العقود بينهما، إلا أن اللاعب أجرى اتصالا بأمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي مؤخرا، يطالب فيه بتعديل الاتفاق المسبق لشعوره بالظلم. وأوضح كهربا في اتصاله بتوفيق أنه تلقى عروضا تزيد عن 20 مليون جنيه في الموسم، ولا يمكنه التضحية بهذا الفارق في هذا التوقيت، لافتا إلى أنه يريد تأمين مستقبله وأسرته خلال السنوات المقبلة. وطالب كهربا بالحصول على 15 مليون جنيه أسوة بحسين الشحات جناح الفريق القادم من العين الإماراتي، لافتا إلى أنه لا يقل عنه في شيء. وطالب أمير توفيق كهربا بالصبر، وعدا إياه بالعودة إلى المجلس وعرض الأمر واتخاذ القرار النهائي خلال أيام. وأبلغ أمير توفيق محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالتفاصيل التي حدثت بينه وبين كهربا، فكان رد بيبو بتأجيل القرار لما بعد مباراة النجم الساحلي. في النهاية بشكركم مشاهدينا متابعينا، ولا تنسوا أن تدعمونا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.